كل مباراة ظروفها طبعا، فهمتني؟ واللاعبين صراحة حسوا بالمسؤولية وأدوا اللي عليهم والحمد لله فزنا. كيف شفت الفريق اليوم أنت؟ جيد جيد، بس بالنسبة لآخر الشوط كان في إرهاق والإصابات أثر صراحة، إصابة جنيني وشد عبد الفتاح أثر شوي على المباراة، لكن إن شاء الله القادم أحلى إن شاء الله. أسمع كثير عن الأمور الإدارية، ليت المشكلة كانت الاتحاد إدارية، مو عشان رئيس النادي يتكلم ذا الكلام، بس كان الواحد يستطيع حلها. مشكلتنا الآن هي فنية بحتة، وأتكلم بكل صدق يعني كأني حتى أو واحد من الجماهير وأسمع بلسانهم حتى أراهم وقريب منهم بشكل كبير، لكن للأمانة الآن مشكلتنا فنية بشكل كبير. بدأنا الموسم كانت برؤية معينة بتخطيط معين، فقدنا خلنا نقول المدرب أو تركيز المدرب، هو ما قال إليه صراحة هذه النتائج اللي وصلنا لها. أخطاء إدارية حصلت بداية الموسم بتكليف المدرب تسليمه كامل للصلاحيات، هذه للأمانة خطأ وخطأ جسيم وأنا أتحمل مسؤوليته وأنا أعترف فيه، لكن إن شاء الله أنا بالنسبة لي أوعد جماهير الاتحاد ما هي إلا إن شاء الله مسألة وقت، 8 أسابيع بالكثير وحال الاتحاد حيتغير بشكل كبير. اليوم الله سبحانه وتعالى كرمنا بالفوز في مباراة يعني ضد فريق كبير زي نادي الاتحاد، فوز يعني ريحنا شوية، يرجع الثقة، يخلينا نستمر على الإيجابيات اللي شفناها اليوم في المباراة. كان دوم ما بديناش المباراة زين، ما كناش مركزين، كنا شوية مرخيين 20 دقيقة الأول، ومني خشوا علينا 2-0 ديك ساعات بدلنا المباراة. كان دوم كنا أحسن من الأهلي، وعلاش تقدر تلعب هكاك مورا 2-0 وني كتكون 0-0 ما تلعبش من الأول؟ هذه كان دون المشكلة اليوم. 3 نقاط مهمة، بارك لجماهيرنا. الشوط الأول لعبنا وقدرنا نسجل هدفين، الشوط الثاني يعني بداية الشوط الثاني أو من بدايته بدلنا يمكن سعيد المولد تبديل اضطراري. الاتحاد ضغط الشوط الثاني، لعب كويس لكن ما توفق بداية الشوط، سجلوا هدف تقريبا نص الشوط، المدرب كمان تبديل اضطراري ثاني جانيني. يمكن 4 أيام لعبنا بين المباراة اللي راحت، الحمد لله يعني هو أهم شيء الفوز و3 نقاط. إن شاء الله بإذن الله يعني اليوم الهلال كمان تعادل، فالأمور إن شاء الله تبشر بالخير بإذن الله. المباراة كانت في طول متكافئة، لكن الفرصة الثانية اللي جات للأهلي كانت سانحة جدا، استغلوها بالأهداف. الاتحاد ما استغل الفرص اللي حضرت الشوط الأول أو الشوط الثاني، هذه كرة القدم الحمد لله على كل حال. فريقنا جدا سيء من بداية الموسم. حبار الشوط الثاني يا عمي، هذا كله بمجهودات الجمهور، ولا فريقنا والله العظيم نايع حقيقي. تغيير مدرب، جيب لعيبه محترفين كويسين، انت كويس اساسا اذا انت كملت من المراتب 7 لنا 5 كويس. اداره تمشي 70% من اللعيبه ما هي في الملعب، مع احترامي الشديد اداره تمشي ما عندها فكر، 70% من اللاعبين يمشوا سك شغل. تعبنا تعبنا تعبنا، الاتحاد انتهى من الاخير من 2006 وما حيرجع الا لازم يكون فيه اتحاد. الاتحاد للامانه بدون اي اتحاد.